بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحبار، استراتيجية الحوار والمناقشة دارس الطبيبة نورة. كلمة الطبيبة يا محمد، تعال لي، هذه كلمة الطبيبة، هذه مفرد أم جمع؟ ما جمعها؟ هل هي الأم شمسية أم قمرية؟ شمسية. ما نوع المد بها؟ يا. اذهب تعال يا طلال، هذا اختبار للمهارات. كل طالب هسأله ثلاثة أسئلة، وبي وماجد وراه. طلال اقرأ هذه الكلمة. ما نوع المد بها؟ واو. وبماذا تنتهي؟ مفروضة. طيب، ما هذه الكلمة؟ تحب. ما مضاد تحب؟ اذهب اقرأ هذه يا ماجد. مادة. ما نوع المد هنا؟ وبماذا تنتهي؟ مادة. ما جمع مادة؟ مادات أو مواد. أحسن. وبي اقرأ هذه الكلمة. العلوم. شكرا يا محمد، أنت وعزام على التركيز والانتباه والاستفادة معنا، جزاكم الله خيرا أبطال على حسن الجلوس. قال العلوم لام شمسية أم قمرية؟ قمرية. والمد؟ واو. هل هي جمع أم مفرد؟ جمع. ما مفردها؟ علم. أحسن. تعال يا زياد وصالح وفهد، السرعة مطلوبة يا زياد. أنا قلت زياد. اقرأ هذه. متعة. ما نوع التنوين؟ صالح ينفع توفى لبعضك؟ ينفع؟ ينفع توفى هذه؟ طيب عاوز الهدوء. متعة تنوين. كم مقطع؟ أول مقطع هو والثاني والثالث. يبقى كم مقطع؟ خليتهم أربعة ليه؟ طيب اقرأ لي هذه الكلمة. طبيبة. ما نوع المد؟ طبيبة اسم أم فعل؟ اسم. أحسن. اذهب فهد اقرأ هذه. المستقبلي. لام شمسية أم قمرية؟ قمرية. طيب هل هي اسم أم فعل؟ اسم. لماذا هي اسم؟ لأن عليها ألف ولام. فيها ألف ولام وتدل على معنى. أحسن. طيب لسه لك كلمة، اقرأ هذه. تقضي. فعل أم اسم؟ تقضي فعل. فعل. أحسن. ما نوع المد؟ مد بالياء. اذهب صالح، اللي انت بتعمله ده ما يصح، ما احنا طالعين نرقص في الفصل. ماشي اقرا هذه. نورته. طيب اقرا هذه. كم مد بها؟ ما مضاد وقت فراغها؟ وقت فراغ. ما مضاد الفراغ؟ مضاد الفراغ وقت فراغي. فيه وقت ايه؟ دراستي. انشغالي. ها؟ طيب خلي بالك اقرأ هذه الكلمة. ما نوع هذه الهمزة؟ متوسطة؟ على السطر. أحسن. قراءة اسم أم فعل؟ قراءة اسم. اسم. بارك الله فيك. اذهب تفضل يا راجح، أنت وعبد الله وسعد.
بالترتيب النداء. طيب تفضل يا راجح اقرا هذه. الكتب. الكتبي. لام شمسيه ام قمريه؟ اسم ام فعل؟ اسم. جمع ام مفرد؟ جمع. مفردها؟ الكتاب. ومثناها؟ الكتابان. احسنت، اذهب ارجع شوي سعد. والمجل لا. والمجلات، ما مفرد المجلات؟ المجلتي. المجلتي هل هي اسم ام فعل؟ اسم. ليه؟ لماذا هي اسم؟ لان عليها الف لام. علامتها ال وتدل على معنى اسمها المجلات، صح؟ طيب ما نوع المد هنا؟ وبماذا تنتهي؟ تاء مفتوحة. اذهب، احسنت. والمجلات، اقرا هذه. الطبيب. أط. 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 هذا مكسورة يا سعد. الطبيب. كمان كسرة. الطبيب. بي. بي. تي. قولها بقى. الطبيب. اكسر الطاء. الطبية. الطبية. شمسية أم قمرية؟ شمسية. لماذا؟ في هنا شدة، وهل هنا سكون؟ لا. هل تنطق؟ لا. طب الطبية شمس اسم أم فعل؟ فعل. فيها ألف ولام، تبقى فعل. طيب زعلان منك، اقرأ لي هذه الكلمة. هذه اسمها ايه؟ ما هي واو؟ هذه ايه؟ قلها، ضمها. ما نوع التنوين؟ واو. تنوين. واو. ما في حاجة اسمها تنوين واو. فتح ضم كسر. ما هو اسمه تنوين واو يا سعد. طب هنا المد بايه؟ واو. اذهب. تعال يا عبد الرحمن انت وحاكم وعزام اسرعوا. ها؟ دقيقتين كده. اقرأ. صيدلية. صيدلية اسم ولا فعل؟ اسم. اسم تدل على معنى، صح؟ هل بها مد؟ لا. ليه؟ انت قلت ايه ورجعت قلت لا. لأنه ما في مد، ليه؟ لماذا لا يوجد بها مد بالياء هنا أو هنا؟ في شدة وما ينفعش، قبلها مكسور بس هنا شدة ما ينفعش، وحروف المد لابد أن تكون عارية، وهنا سكون وقبلها مفتوح يبقى ما ينفعش. صيدلية قلنا اسم، صح؟ طب هذه عبد الحاكم احنا طالعين نرقص. ها؟ اهدى. اثبت. اقرأ هذه. الإسعافات. كم مد بها؟ اثنين. وما نوع ال؟ أحسنت، وهل هي جمع أم مفرد؟ جمع. وما مفردها؟ ما مفرد الإسعافات؟ إسعاف. الإسعاف، شكرا. أحسنت يا بطل، الإسعاف، أحسنت. تعال يا حاكم، اقرأ هذه. الفصل. الفصلي. اسم أم فعل؟ لماذا؟ في ال تدل على معنى، تدل على معنى، صح؟ هل الفصل مفرد ام جمع؟ ايش الفصل؟ مفرد. ما جمع الفصل؟ فصول. الله عليك. طب لو مثنى؟ فصلين. هذا قمريه ام شمسيه؟ قمريه. اذهب، ممتاز.
تفضل. أهداها. همزة قطع. مد ألف. اقرأ هذه. أبوها. شكرا شكرا. أبوها مد واو. ومد ألف. أبوها اسم أم فعل؟ اسم. عشان يدل على معنى. تفضل نور وعبد المحسن. أهداها أبوها تقريبا. انظر جيدا. شفت ازاي؟ تا غير تن. طيب هل هذه بها مد؟ نعم. ما هو؟ مد. هل هي اسم أم فعل؟ اسم. لماذا؟ تدل على معنى حقيبة. لا شوية كده. وكل كان زمان الوقت خمسة في إدارة المي دقيقتين طلال وراهي. انتبهوا معانا. اقرأ هذه. فشكرته. بماذا تنتهي؟ تنتهي بهاء مرفوع. شكرته هذا اسم أم فعل؟ أيوة عمل عملته. شكرا. تفضل يا عبد المحسن. شاشن. شاشن اسم أم فعل؟ يدل على معنى تنوين وفيه تنوين صح؟ المد هذه من علامات الاسم التنوين. يقبل التنوين يدل على معنى وممكن أنا أنادى عليه أقول يا طلال يا صالح أو يكون في أل الباب القلم الكتاب ويدل على معنى ويجر بالجر والتنوين والندى وأل التنوين والجر يعني تجره البيتي القلمي فهم. لكن لما اقول يجري يلعب يمشي ينفع اقول له يا يلعب يا يمشي ما ينفعش. طيب اخر حاجه ها. وملقة. ما نوع التنوين؟ ملقة اسم ام فعل؟ اسم لانه يدل على معنى. شكرا شكرا. هو التنوين. تعال يا احمد انت ومحمد وصالح. ها خلينا نخلص واحده بواحده. اقرا لي هذه يا احمد. وهذا. وهذا ما نوع المد؟ المد الالف. احسنت. اقرا لي هذه يا بطل. الحقيبة. لا من قمرية أم شمسية؟ شمسية. لا قمرية. لماذا؟ لأن فيها سكون. فيها سكون وتنطق ال وبعدها حاء من حروف يبقى حجك وخف عقيم. تعال يا طلال تعال يا راي اطلع برا هنا. أبي الحقيبة هذه اسم أم فعل؟ لأن فيها ألف ولام. يا سلام يا سلام يا سلام على الطعم الجميل ما شاء الله. محمد الطعم كمان رائع ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلي بالك معايا يا محمد. اقرأ لي هذه الكلمة. وهاتان. هل تعرف كم مد بها؟ هاتان. فين هم؟ هل ينفع في مد بالواو في الأول؟ ما ينفع لابد أن يكون قبله ضمة وهنا عليه فتحة. هذه ليست معانا. يبقوا كام؟ اثنين ألف وألف. طيب لو أنا شاورت وقلت هاتان هل تدل على المثنى المذكر أم المثنى المؤنث؟ ها؟ هاتان هاتان أقول هاتان ولدان ولا هاتان بنتان؟ بنتان. يبقى مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. طيب اقرا لي هذه يا بطل. ها شو.
زو زجاجتان مثنى هو ها زجاجتان كم مد بها كل ده عشان نشوف المد كم مد هنا اثنين ما هما ألف فيه مد اسمه مد بالنون هذا مد ألف صح وفي مد تاني فين هو أين اسمه إيه دي اقرأ كده جا ودي تا عرفت يعني إيه مد طب هي تدل على اسم أم فعل زجاجتان زجاجتان معي زجاجتان اسم أم فعل حمد بص علي هاتان زجاجتان اسم أم فعل زجاجتان اسم تدل على شيء صح اذهب صالح اقرأ هذه يا صالح الجروح ما نوع المد وما نوع ال مفرد أم جمع وما مفردها أحسنت شكرا كل الواد شارك تعال لي رأي أنت وطلال روح يا ماجد اقرأ هذه يا طلال ما مضاد قالت ما مضاد قالت زيك كده الحين انت الان تقول ولا ايه مضاد قالت ايه بقى قول له وراي ما مضاد قالت زي ما انت عامل الوقت انت وهو سكتت ما قالت شيء بس تعرف انت جزاء اللعب طيب قالت ما نوع المد وما نوع التاء تعال يا راهي اقرأ هذه يا راهي خلاص يا ابني روح يا طلال وملكة ما نوع التنوين اسمه تنوين واو ضم طيب ملقط اسم أم فعل طيب ما جمع ملقط ايوه ملاقط شكرا يا راهي روح يلا تعال لي يا حاكم تو عزام نختار اللي قاعدين يلعبوا مش منتبهين عزام اقرا لي هذه الكلمه إحداهما كم مد بها؟ كم مد؟ أربع مدود أعطينا أول مد اثنين لازم تركز هذا الحرف الممدود وهذا الحرف الممدود هذا المد وهذا المد ما نوع هذه الهمزة؟ قاطع طيب روح الآن هنسأل كل المجموعات مع بعض روح يا حاكم أنا كنت جايبك عشان تقيل على الجاكيت اللي أنت كنت لابسه بالشقلوب عشان ما ينفعش تقعد في الفصل كده ها طيب أبطال جاهزين ما المادة التي تحبها نورة هذه المجموعة ها أحسنتم طيب ماذا تتمنى نورة في المستقبل أن تصبح طبيبة طيب ماذا أهدى والد نورة؟ ممتاز من الذي جرح؟ ممتاز ماذا فعلت نورة؟ عالجته طيب اذكر لي ثلاث محتويات من حقيبة الإسعافات واحدة بواحدة اتفضل يا حاكم يا راهي مقص وايه كمان قلعة
أنا ما قلت لك قول. اسمع اسمع اسمع. أنا ما هو أنت تروح ترفع إيدك كصالة وبعدين تنسى. قبل ما تتفكر قبل ما ترفع تكون عارف أنت هتقول إيه. مقص ملقة شاش. حلو أوي ممتاز. مقص وملقة وشاش المجموعة دي تكمل لهم. وإيه كمان؟ وزجاجتان. زجاجتان وشاش معقم. خلاص. وشريط لاصق. طيب حلو قوي ماشي. ما معنى أثنى عليها والدها؟ أثنى يعني إيه أثنى؟ يعني مدحة. أثنى يعني مدح. يعني أمثني عليك يعني أمدحك. نعم الطالب. ها؟ المدح عكس الذم أو البيس. الطالب الذي يلعب ولا ينتبه هذا اسم ذم. ولكن يقول نعم الطالب المهذب فهد وراهي. أقول إيه؟ مدح. ها؟ بيس من يلعب في الحصة يبقى ذم. نعمة من ينتبه مع المعلم مدح. فهمنا؟ هو أثنى عليها يعني مدحها. شعني؟ ايوه حاجه جميله حاجه جميله ما شاء الله. طيب ابطال خلي بالك معاي. ماذا كانت تفعل نورا في وقت فراغها؟ اسمع يا ابي اسمع يا ابي. تقرا المجلات الطبيه. كانت نورا في المدرسه ماذا تفعل؟ طيب الحصه خلصت.